أول شيء أنا أفتخر أن البنت دبلوماسي. كان أول ما بدأ أو أتليس يعني أول ما كنا أول ما انولدنا كان الوالد ملحق ثقافي في سفارة البحرين. فبداية حياتي أول 7 سنوات من حياتي كانت في دولة الكويت، فنشأت وربيت على بعض العادات، والحمد لله أنها كانت في دولة الكويت لأن العادات متشابهة، التقاليد متشابهة، اللغة، اللهجة، فما كنت بعيدة يعني لحد ما عن البحرين. وبسبب يعني عمل الوالد في السفارة في أكثر من دولة انتقلنا يعني من دولة لأخرى. بس إذا بتذكر يعني بداية حياتي أو بداية وعي، إذا وعي الطفولة يعني أقدر أقول أنه كان في مصر في القاهرة، بعد لأن الوالد كان موجود هناك في سفارة البحرين في القاهرة كملحق ثقافي. فهذه كانت بداياتنا يعني مرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية لما وصلنا إلى الجامعة. استمر فترة طويلة يعني هو 9 سنوات يعني كان موجود في القاهرة، بس أنا كملت 12 سنة مو 9 سنوات، لأن التحقنا بعدين بالجامعة فكانت جامعة القاهرة، وكان قرار التخصص في كلية الإعلام في جامعة القاهرة في ذاك الوقت. وكانت فيها الكثير من ما كنا نشعر حزتها بالغربة، يمكن لأن ما كنا نشعر فيها نحن بعيد عن البحرين. الوالد يمكن والوالدة حولوا بيتنا إلى نوع من البيئة البحرينية الصغيرة، وكوننا بعد موجودين في دول يعني احنا انتقلنا من الكويت إلى العراق ثم بعدين إلى آخر شيء القاهرة، ولأن كان في مجتمع بحريني هناك كبير أو جالية بحرينية هناك كبيرة خاصة في الكويت وبعدين في القاهرة، فما كنا نحس بالغربة. كنا فترات نرجع إلى البحرين، فترة الصيف مثل أي مبتعث يعني في الخارج، نقعد لنا شهر شهرين ونريد نرجع مرة ثانية. لكن وعي الطفولة تشكل في القاهرة، وأنا أدين الكثير إلى هاي الفترة، لأن تعرفنا على ثقافات مختلفة، تعرفنا على عادات مختلفة، وأقدر أقول إن يمكن هذه الظروف هي اللي شكلت إلى حد ما الوعي الثقافي والاجتماعي، مو بس عندي أنا يعني، يمكن عندي وعند العائلة وعند إخواني بعد نفس الشيء. طبعا مثل ما قلت يمكن القاهرة كانت هي اللي هي كانت مايلستون يعني بالنسبة لنا، ولذلك كانت عندنا فترة من الفترات اللي طلعنا فيها على الثقافة، الكتاب الروائيين، الدراما المصرية، المجتمع المصري مجتمع حي، مجتمع كل يوم تعيشين فيه شيء جديد، بعيد فيها عن الروتين، بعيد فيها عن نفس البرنامج اليوم المعتاد، فما كانت حياة روتينية. وكون الوالد بعد نفس الشيء في السفارة بعد نفس الشيء، ما عشنا هذه الحياة الروتينية. عائلتنا العائلة الصغيرة يعني أنا أقدر أسميها، لأن كنا وايد جربنا فيها من بعض بحكم الغربة، إلى أن عدت فيها البحرين من غير ما أذكر سنوات. بس ما عدنا في البحرين على طول دايركت، كنت أوريدي متخرجة يعني من الجامعة، ووقت اللي التحقت فيها في وزارة شؤون الإعلام، في ذاك الوقت كانت وزارة الإعلام وشؤون مجلس الوزراء، وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام كان الاثنين، في فترة الوزير السابق الأستاذ محمد إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء في ذاك الوقت. هذه بشكل جد مختصر، أنا صعب أن أنا أختصر تقريباً 21 سنة عشنا فيها برا البحرين، ورجعنا الجهة الثانية اللي أدين فيها بالفضل بعد إلى وزارة شؤون الإعلام، لأن هني شكلت وعي البحريني، هني عرفتني على البحرين بشكل أساسي من خلال عملي في الإعلام، وفي أكثر من كمراسلة كنت في البداية، ما كنت شيء يعني، بالعكس كنت بديت من كمراسل تلفزيوني وتطور الواحد. فالجهة الثانية اللي شكلت وعي الثقافي والاجتماعي البحريني هي كانت وزارة شؤون الإعلام، فصار في مزج ما بين مرحلة الطفولة اللي تنوعت فيها هذه الثقافات، وبعدين مع الثقافة البحرينية والمجتمع البحريني. يعني أنا فترة من فترات أول ما بديت في عملي في الإعلام يعني حتى يمكن اللهجة البحرينية كنت ما أعرف أجيدها إجادة تامة، إلى درجة أن شكوا فيني أن أنا مو بحرينية، معنى كل اسمي يقول أنا بحرينية يعني، بس شكوا في لحظة من اللحظات أن أنا مو بحرينية، فما في شيء يعيب هالنقطة، كانت ظروف الحياة هي اللي أجبرتنا على هالشيء. واندمجنا بشكل سريع، المجتمع البحريني كان مجتمع جدا منفتح، ما حسينا فيها أجين مرة ثانية بالغربة. وأنا اليوم
إذا كان الواحد وصل إلى مرحلة معينة، أنا أعتقد هاي كلها بفضل طبعا الوالد والوالدة وفضل الظروف المهنية أو العملية كانت للوالد، ومن ثم طبعا الظروف اللي شكلت وعينا من خلال عملنا داخل في البحرين. تخرجت صغيرة لأن الالتحاق كان في المرحلة الابتدائية في أقل من العمر الحالي يعني. فتخرجت وأنا أو بيحسبونها الحين بيسوونها حسبة يعني. تخرجت في 95، بداية عملي كان في وزارة شؤون الإعلام أو وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام في ذاك الوقت في سنة 96. كنت بارت تايم في نهاية 95 وبعدين 96. شلون كانت مرحلة الجامعة؟ هاي أنا دائما عندي عيالي الحين، واحد منهم توه متخرج من الجامعة والثاني الحين قريب يتخرج من الجامعة، وكنت أقول لهم يعني هم خارج البحرين، بس كنت أقول لهم ترى هذه أحلى مرحلة أنت تقدرون تستمتعون فيها، وأنا أقول هاي لكل الشباب، كثر ما المفروض أن أنت في الجامعة تركز فيها على الدراسة، بس هذه تشكل هي مرحلة انتقالية كلش كبيرة من أسلوب دراسة مجتمع مختلف من المدرسة لما تروح المدرسة الجامعة، هي المرحلة الانتقالية اللي تاخذك للمرحلة اللي عقبها، فأنت وشطارتك في هالمرحلة. الموضوع مو موضوع شهادات، أنا هاي وجهة نظري، كثر ما الشهادة أكيد طبعا مهمة، بس اللي بيفرق شخص عن الثاني هي مو شهادته، هي شخصيته، هي الشخصية. فشلون يقدر يندمج، شلون يقدر يطور من مشاركاته داخل في الجامعة عشان بعدين يوصل، ولا شنو الفرق بين فلان وفلان أو الاسم هذه والاسم هذه، هم الاثنين حاملين نفس الشهادة، لأن أنت لما بتوظفين واحد بينظرون فيها إلى الشخصية مو بس إلى الشهادة. وهذه المرحلة اللي أنا كنت عشان كذي أتكلم عنها، لأن كانت مرحلة الجامعة كانت أحلى مرحلة في حياتي، أحلى مرحلة في حياتي. يعني لو أرد يا ريت أرد أرجع مرة ثانية لهالمرحلة. هناك تعرفنا فيها على خاصة كلية الإعلام في القاهرة، كنا نسمع فيها عن أسماء كنا نشوفها بس في التلفزيون، ما كنا نشوفها في مكان ثاني. تشوفين الإعلانات وختام الاسم الفلاني هذا كان يدرسك في الجامعة، فكان بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت وأنا كنت متخرعة يعني إنه أوف هذا اللي حين اللي نشوفه في التلفزيون صار حين يدرسنا. وهني كانت الفرق يعني، بعد حتى في كلية الإعلام في القاهرة كان ما كانت عملية نظرية بس، لأن اللي كان يدرسك هو نفسه قاعد يمارس، فهو دكتور حامل شهادة الدكتوراه أو حامل شهادة الماجستير، بس هو ترى ممارس للإعلام. بس هي هاي المرحلة اللي كنا هنا يعني عشناها طول بالعرض، كانت ما كانت بالنسبة لي أنا غريبة، لأن المجتمع المصري عموما مجتمع مفتوح، مجتمع مختلط، فما كان في فرق وايد ما بين الدراسة في المدارس لدراسة في الجامعة. لكن حسينا فيها إلى حد ما يعني، أنا كان الوالد الحين علي إن أنا لابد أرجع القاهرة. أتذكر في شهادة الثانوية العامة، يعني للي يعرف يعني للي يعرف شهادة الثانوية العامة بالنسبة لمصر هي واحدة من أصعب الشهادات. إذا أنت عديتي من شهادة الثانوية العامة خلاص يعني أنت بطلة. امتحاناتهم صعبة جدا، امتحاناتهم صعبة. كان الوالد يقول إن أنت شلي جابرك يعني، أنا وأخوي طبعا لأن أخوي كان أكبر مني، شلي جابركم يعني تدشون في هذا، أنتوا اللي في النهاية بحرينيين يعني، رجعوا البحرين خذوا شهادتكم من هني، أسهل ضمنته وكل شيء بلا ما تمرون بهالدوشة هذه كلها. احنا لا، في ذاك الوقت خذينا التحدي، قلنا لا 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 كنت في البحرين، لا 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 احنا نكمل هناك، وعدينا عدينا يعني عدينا منها يعني الحمد لله. الوالد كان دائما مثل اي اب، فاعتقد بنته يا دكتوره يا مهندسه، ما اعرف ليش، وخاصه بعد في مصر، بس يا دكتوره يا مهندسه. أنا أخاف أساساً، أنا أخاف من الدم، دكتورة شلون يعني. فدخلت علمي في سنة أولى ثانوي وقالوا لي تعالي بتدشين تشريح، كان لازم نشرح تشريح في سنة أولى ثانوي، يعني أنا أخاف من الدم، ما أطيح لما أشوف دم، فشلون تشريح حجي يعني كلش ما يركب وياي يعني تشريح. فطفت من سنة أولى لكن بالغصب يعني، مو بالغصب في الامتحانات، أنا كنت غاصبة على روحي إن أنا أكمل. فلما إحنا هناك في مصر التخصصي من سنة ثانية مو سنة أولى ثانوي، يعني من ثاني ثانوي تقررين إذا بتروحين أنتي أدبي أو بتروحين علمي أو بتروحين تجاري أو بتروحين، هاي في القاهرة يعني. فطبعا الوالد كان خلاص هندسة يعني، إذا مو دكتورة يعني بس هندسة. شو
ما في أي خيار ثالث. فأنا رحت ذكر لي حين المدرسة وغيرت التخصص مالي من علمي إلى أدبي، ورجعت حق الوالد والوالدة طبعا في البيت. الوالدة بالعكس كانت بالنسبة لي يعني تشجع أنت وين تبين تروحين، فما كان عندها اشتراطات في النهاية، أنت مرتاحة. الوالد لا. فرجعت وياي كتب تاريخ وجغرافيا قال لي شلون علمي يعني شلون علمي أنت داشة تاريخ وجغرافيا وهذه. قلت له لا، ما أنا حولت، أنا نقلت من علمي إلى أدبي. لليوم أتذكر هو خصمني شهر كامل، إيه ما يحاجيني لأنه ما توقع أن أنا بديش أدبي. لا لا، خذيت القرار بروحي ورحت المدرسة وسويت التغيير. ذكر لي حين حتى كان في مدرس الكيمياء، مدرس كان للكيمياء، يقول لي أنت إيش قاعدة تسوين يعني، لأن لو كنت شاطرة في الكيمياء بس البيولوجي مستحيل، أحياء لا مستحيل يعني، فكنت شاطرة في الكيمياء. فيزياء لا، الفيزيكس لا، بس كيمياء إيه. فقال لي أستاذ حازم اللي هنا زمان سأل، قال إيش قاعدة تسوين؟ قلت له لا، ما أشوف نفسي هناك أبدا، ما أشوف نفسي هناك. فنقلت، وهني خاصمني الوالد شهر كامل، بس بعدين استسلم ورضخ رضخ إلى الرغبة، خلاص أمر واقع يعني ما يقدر يسوي فيها شيء، حطيته قدام الأمر الواقع للأسف الشديد يعني. بس هذه أنا أقولها لكل شاب يعرف وين يبي يروح. إذا أنت مقتنع وتعرف وين تبي تروح خلاص، وحتى إذا ما تعرف، ما دام أنت اخترت الطريق كمل للنهاية، لأنك ما تدري إيش بيصير، بس أنت اخترته ما دام هو خيارك. فأنا اخترت طريقي من الأول. أنا وايد ويا الأدبي أكثر ما أنا ويا المواد العلمية. ما لقيت نفسي أنا بصير مهندسة أبدا، يمكن ما كانت فكرة الإعلام حزتها في مخي يعني، بس ما كنت أشوف نفسي مهندسة أو دكتورة طبيبة، مستحيل. الإعلام يا في بالي وأنا في الثاني ثانوي. إحنا مثل أي يعني خليجيين كنا في القاهرة، ما كان عندنا اطلاع أو عندنا علم بنوعية التخصصات اللي موجودة. بس فأنا كنت اخترت الأدبي لأن أنا كنت مرتاحة أكثر للمواد الأدبية، ما أرتاح للمواد العلمية. هل كذي كنت أعرف أنا وين بروح في الجامعة؟ لا، ما كنت. بس كنت عارفة أنه خلاص أنا مدام اخترت طريقي أنا لازم أكمل فيه للنهاية. وين كنت بروح كخطوة لاحقة يعني حق المدرسة، ما كان في بال، ما بقعد يعني أعطي صورة مثالية. كل ما هنالك إن أنا حسيت إن أنا ما أقدر أكمل في العلمي، وعلى أساس اخترت المواد الأدبية. في الثاني الثانوي كانت في مجلة في البحرين تصدر في ذاك الوقت، يعني أنا ما بتخوني الذاكرة يعني، هي يصدر الأسبوع أو المواقف، ما تذكر أي واحد. بس أشرح لك شوية كذي السيت اب نفسه مال القاهرة. الوالد كان ملحق ثقافي، فهو مبتعث من قبل وزارة التربية والتعليم. مهمته الأساسية كانت متابعة شؤون طالبات البحرين في القاهرة، وكان في هاي السيت اب كله موجود، وكان في نادي نسوي نادي طلبة البحرين في الخارج، اللي شكل أجين الوعي الثاني يعني مالي هناك، لأن تعرفت على المجتمع البحريني في نادي طلبة. أنا كنت صغيرة يعني، بس تعرفت وأنا لي حين أتذكر طلبة اللي موجودين في ذاك الوقت. بعضهم على فكرة لليوم أسميهم عمي وخالتي يعني، لأن أنا كنت صغيرة وهذا طالب في الجامعة، فكنت أستحي فأسميه عمي. ما زالوا موجودين، الله يطول بعمرهم يعني، موجودين، وهم ما شاء الله يعني وصلوا للأصلولة، بس أنا لليوم أسميهم عمي، ما أستحي يعني ذاك الوقت وأنا أسميهم عمي. فذاك اللي شكل وعي البحريني داخل. فهذه كان الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة كانت سكن الطالبات، فكان في سكن للطالبات البحرينيات، وهذه كانت نوع من الخدمة اللي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطالبات اللي بيدرسون برا، لأن هي كلها عبارة عن طالبات بحرينيات، فما يحسون بالغربة، ما يروحون يقعدون في شقق وغيرها 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 في ذاك الوقت. طبعا أنا ليش أذكر هاي السيت اب، لأنه هو هذا كان سبب من الأسباب اللي خلاني أفكر في الإعلام، لأن مثل ما قلت لك أنا ما أتذكر اسم المجلة يعني، هي المواقف يصدر الأسبوع ما أتذكر.
سووا تحقيق المجلة، والتحقيق كان مع طلبة البحرين، طلبة وطالبات البحرين في القاهرة، فسووا لقاءات فلان وفلان وفلان وفلان، ما أذكرهم لأن كنت الحين في الثانوي يعني. وهناك تكلموا فيها على الوالد باعتباره مسؤول عن طلبة البحرين في الخارج، فتكلموا عن وضع النادي، تكلموا عن وضع الطلبة، تكلموا عن ماذا يعني. وطبعا هاي كانت من ضمن كانت في أواخر الثمانينات، في أواخر الثمانينات. فهني أنا تضايقت، قلت يعني، وأذكر ليه ترى ليه أتذكر الصورة، أنا كنت قاعدة على سرير مال الوالد وهو كان بيلبس بيروح السفارة، وكنت أقول له رايح شفت المجلة وقعدت أقراها، قلت ليش ما سوى وياك لقاء، ما حد سوى وياك لقاء، شلون يعني؟ زين كان سوى على الأقل مع وزارة التربية، على الأقل خذوا وجهة نظر وزارة التربية يعني، لأنه صار حوار من طرف واحد، من حقهم يقولون لي أبون يقولونه، بس يعني أتليست يعني إحنا نشوف وجهتين النظر. وهني أتذكر قلت له كذي بغشمرة يعني، قلت له لا أنا لو مكانهم ما سويت لهم، أنا لو مكانهم كنت بحاول إن أنا أجيب وجهات النظر على أساس إن تكون الصورة واضحة حق القارئ. كان حلم يعني، كان حلم حزتها. وبعدين فأنا قاعدة أفكر فيها، تعال لحظة، أنت شنو خطوتك التالية؟ وين بتروحين؟ أنت ما فكرتي، أنا كنت ثاني ثانوي يعني خلاص، يعني قدام هالسنة، السنة اللي عقبها خلاص لازم أخذ قرار يعني. وهني قرار كلية الإعلام، هني يا قرار إن أنا لازم أدرس إعلام. ما كنت أدري عن الكلية، ما كنت أعرف عنها، ما كنت أعرف ولا شيء عنها، بس هني خليت قرار إن أنا لازم أدرس إعلام. وهني فتحت الموضوع يا الوالد والوالدة، وقلت لهم أنا بدرس إعلام، طالعني كذي قال لي زين، على الأقل على الأقل اقتصاد وعلوم سياسية، لأن كانوا في القاهرة في كليتين يسمونهم كليات القمة على المستوى الأدبي، وكليات القمة إذا أنت علمي، يسمونهم كذي كليات القمة يعني. هناك عندهم أي واحد من جمهورية مصر بيقول لك هالكلام، يمكن تغير. ها أوكي أشوة، أوكي يعني أنا ما قلت شيء غلط من اللي أنا. حتى بتقولين تصيحون، أنا شفت اللايف. أنت كنت خريجة ثانوي بعد القاهرة؟ بس أنا حياتي هناك في البحرين. يعني لما أقول أنا عندي صورة، فالحمد لله أشوة الحمد لله، أساس إن أنا ما أنساه. موضوع التعبير على فكرة اللي تكلمت عنه، اللي أنا الحمد لله سويت دروب من الفرنسي، اللي امتحنوا وياي من الاخوان المصريين يعني، امتحنوا فرنسي كان لازم، هم ما يقدرون يسوون دروب من الماده، انا سويت دروب باعتباري هم يقدرون يسوون، انا ما اقدر، انا اسوي دروب لان باعتباري مو مصريه. اللي امتحن في ذاك في ذيك السنه موضوع التعبير كان تخيل نفسك عربيه حنطور واكتب شعورك بالفرنسي بالفرنسي، تعجيز يعني، تعجيز تعجيز. طبعا أنا بس أضرب مثال، وتخيلت روحي لو أنا فعلا درست فرنسي وكملت شنو بقى، أنا خل عارف أكتب بالعربي أول شيء، شنو عربية حنطور بعدين تقول لي اكتبها بالفرنسي. فكانت إيه يعني، هني كانت كليات القمة، كانت المستوى الأدبي إعلام، سوري اقتصاد وعلوم سياسية بعدين إعلام، والمستوى العلمي كان طب وهندسة معروفين يعني. فقال لي نزل على الأقل اقتصاد وعلوم سياسية لأن هي أعلى من الإعلام. قلت له بعد اقتصاد، ما أنا شاردة منه أصلا أنا شاردة منه. فقلت بس خلاص إعلام، بس خلاص إعلام. وللعلم يعني، بس هاي كذي معلومة، باعتبارنا بحرينيين فعمليات التسجيل في الكليات كان لازم تصير بموافقة القصر الجمهوري، فكان الوالد يروح ياخذ الأوراق ويوقعون عليها في القصر الجمهوري. فيعني أنا دخولي كلية الإعلام لي توقيع القصر الجمهوري أن أنا أدس كلية الإعلام. فرضخ بعدين مش اعتراضا على العمل نفسه، لا يعني ما كان متقبل، لا 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 بالعكس، ما كانت عنده، لا 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 ما عنده مشكلة أن أنا، لا 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 ما كانت عنده مشكلة، هي فكرة الحلم ماله، بس هي كان الفكرة أن أنا أبيت دكتورة مهندسة، بس مش اعتراضا ان انا ابي اشوفك اعلامية، لا 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 ابدا ما كانت عندنا هالسالفة نهائيا يعني. باعتبارنا احنا اوريدي يعني كانت المجتمع اللي ربينا فيه كان مجتمع منفتح، ما كان في اي مشاكل، ما كنا نشعر فيها
بهاي كلها كلش ابدا. بس هي فكره ان انا حلمي ان انا اصير بنتي دكتوره يعني او بنتي مهندسه يعني. واعتقد الحين النظره هذه موجوده عند بعض الاباء وكذا. انا للاسف الشديد يعني تركوا الاولاد يحددون شنو يبون، تركوا الاولاد يحددون شنو يبون، مو بلازم قرارهم صحيح بس خلوهم يتحملون المسؤوليه. ما تقدرين تلقمينهم لاخر دقيقه. والحمد لله رب العالمين يعني اليوم ما زلت يعني انا امارس مهنه الاعلام بس يمكن بممارسه مختلفه عن ممارسه الاذاعه والتلفزيون. بس ما اعتقد انا مو ندمانه على هذا القرار اللي خذيته في يوم من الايام، ابدا مو ندمانه. بالعكس انا يعني لو عاد فيني الزمان مره ثانيه ما نفس القرار ابدا ما غيرت شيء. يعني يمكن لو سمعتي كلامهم هلون تكفلين احنا ندمان ما بتكون مرتاحه. ما اعرف ما اعرف يعني ما صعب ان انا احط الحين افتراضات شنو كان بيكون شعوري. بس انا الى اليوم يعني شوفين انا سويتي صح ما لان الحمد لله رب العالمين. هي الفكره ان انت لازم تثبتين ان قرارك كان صحيح، وعشان تثبتين ان قرارك صحيح لازم تجتهدين اكثر ما تجتهدين لو انت نفذتي اللي انت تبينهم اللي اللي هم يبونه. ف انا تعبت تعبت عشان كان لازم اتعب، مش لان انا ابي اتعب، مو مش مو هوايه يعني، بس كان لازم اتعب عشان اثبت ان القرار اللي انا خذيته قرار صحيح. ف ان شاء الله اكون اثبتت على الاقل يعني ان كان قرار صحيح. ان شاء الله. انا حياتي وايد روتينيه يعني انا احب اقعد بروحي. لما اقول اقعد بروحي يعني معناها امارس هوايه خاصه فيني انا، فبيني وبين نفسي. فممكن تكون موسيقى، ممكن تكون قراءه، وهي رقم واحد. الغربه في الفتره اللي احنا عشناها برا في ظل غياب هاي العائله الممتده الكبيره اللي تقدرين فيها، تلاقين روحك انت في مرحلة انت منعزلة، تنفرض عليك ظروف انت كان لازم تتكيفين معها. فكانت واحدة من الاشياء كانت المهرب، مو لي انا بس على فكرة يعني اساسا، بس ما بيتكلم بالنيابة عن اخواني يعني، كانت القراءة. بالاضافة انه كان المجتمع المصري، فالمجتمع المصري تقدرين تتكلمين عن اكبر الكتاب في العالم العربي أساساً الحركة الروائية بدأت من القاهرة من زمان يعني. فكان بالنسبة لي هو المهرب الأساسي، فكنا نعيش داخل الكتاب. فأنا لليوم ولا باكر ولا عقبة أقول هاي اللي يودون كتاب يقرون في هذا، أنا ما لا لا يعني أنا هاي المنظر كذي بالنسبة لكم، ممكن أقعد أقرأ كتاب وأقعد كذي بس قدامه وخلاص أسمع موسيقى. فهوايتي جدا بسيطة. الرياضة مو من هواياتي عشان ما أقعد. كأنها تصفية ذهنية. نوع من الإيه، نوع من الراحة، نوع من ال. يعني يسمونهم الحين مسميات، بس هي في النهاية أنا أعتقد أنا يعني عشان شيء أنا بالنسبة لي يعني أنا ما أحب الدوشة، ما أحب الإزعاج، ما أحب ما أعرف. بالعكس يعني أهرب فيها من هالزحمة الأشياء كلها في إن أنا أقرأ. أو حتى لو بطالع تلفزيون، وحتى لو طالع تلفزيون أحيانا حتى من غير صوت بس طالعة، بس هي نوع من أنواع الهدوء والسكينة. فما أحب الرياضة، للي ممكن واحد يفتكر ما أحب الرياضة، أحاول يعني بس ما أقدر. حاولت أكثر من مرة، كل اشتراكاتي في النوادي الرياضية ذهبت هباء منثورة. أحب السفر بس أخاف منه. أحب العزلة، أحب القراءة، أحب الموسيقى، والموسيقى الهادئة، ما أحب الموسيقى الدوشة. هذا شيء بكل اختصاري. أحب أشتغل، مهربي دائما في حياتي كلها أنا أشتغل يعني، حتى لو ممكن تكون هواية بعد تعتبرينها هواية، لأن أنا أجزر 11-12 ساعة في الشغل، 11-12 ساعة تقريبا في الشغل، فما بقى شيء في اليوم. أعتقد إيه لأن الواحد ينفس فيها عن وايد أشياء، ينسى فيها أمور كثيرة يمر فيها بحياته، وأعتقد إن it pays off at the end of the day. فأنا أتمنى لك كل التوفيق.
فراغ قاتل ومميت. يس. فأنا ولذلك أنا يعني الحمد لله أنا ما بيتكلم، بس إن شاء الله يصير في فرصة والواحد عيالي يعني الاثنين عندهم نفس الهوايات مع الأسف. هم يدرسون برا البحرين؟ يدرسون يس في المملكة المتحدة. أوكي. كم أخ وأخت؟ عندي عندي أخ أكبر مني وأخت أصغر مني وأخوي الصغير، أنا أسميه صغير بس هو كبير يعني أصغر واحد. فعندي عندي أخين وعندي أخت واحدة. بنجي شوي في التلفزيون. إيه تفضل. شلون تصفين الشغل يعني تجربتك كتقديم البرامج شلون تحسينها كانت؟ متعة 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 بالنسبة لي ما تضاهيها أي متعة أخرى. نفس متعة القراءة، نفس متعة العزلة، تتقمصين فيها أدوار مختلفة وانت قاعدة هناك، تعرفين فيها على شخصيات، وهذا اللي تشكل بعد شخصية البني آدم، لأن أنت ما تعيشين ما تلتقين نفس الشخص كل يوم، أنت كل يوم تلتقين بشخصية لها طبائع، لها عادات مختلفة، لها أفكار مختلفة، طريقة التعبير نفسها مختلفة، فتتفاجئين يعني أنت كل يوم وتضطرين تتعاملين معها. فما تقدرين تكونين نفسك مع كل شخصية تلتقين فيها. هدش من النتوركينج وهذه ممكن تسوينها في أي مهنة، بس الإعلام بالنسبة لي هو تحدي كان كبير. أنا واحدة من المواقف على فكرة اللي خلتني أفكر فيها في الإذاعة والتلفزيون، كنت في إجازة من إجازات الجامعة في الصيف يعني كنا جايين هني، وكنت في مجمع مجمعات وصادوني كذي صيد الكاميرا وسألوني كذي قالوا لي ممكن نسوي لك لقاء، أول ظهر شافوني شعري طويل قالوا بس هذه خلها ناخذ سؤال يعني وياها، وسألوني أسئلة كذي معينة هني. أنا ما فكرت في الإذاعة والتلفزيون، ما كان أساسا حتى في بالي، بس قلت هذه يمكن إشارة لأن أنا وايد أؤمن بسالفة الإشارات. ليش ما أنا على فكرة يعني أنا أدين بالفضل بعد حق جريدة أخبار الخليج، لأن هني بعد تشكل وعي الصحفي، وهني المرحوم رئيس التحرير في ذاك الوقت أحمد كمال وهو اللي أتاح لي الفرصة أن أنا أشتغل متدربة في أخبار الخليج وأنا صغيرة 16 سنة. فيعني 16 سنة ولا قيلي خبر صفحة أولى أوف يا أنا بسوي تفريم عندي في البيت يعني إيه أو لأن ما كانت حزة الأخبار الخليج والأيام في ذاك الوقت ياس، وكانت الأيام اللي ظهرت بعدين، بس يمكن أنا كانت عندنا معرفة بعض الأشخاص في أخبار الخليج. فهني فكرت ليش ما صدق أروح لإذاعة التلفزيون، يعني كنت في أخبار الخليج يعني، وأحمد كمال قال تخرجين ترجعين الباب باعتباري يعني خريجة مصر، فالكتابة عندي يعني أكتب مقال يعني ما أكتب خبر. فقلت ليش ما فكرت في إذاعة التلفزيون؟ هذه كنت تدرسين في الجامعة. كنت ليش أدرس في الجامعة؟ زين الخبر اللي كان وأنا أدرس في الجامعة. كنت في الجامعة. وما أبي أقول شنو هو الخبر عشان ما ترجعون يعني. نكتب الاسم. اكتب الاسم وطلعي روحي أرشيف أخبار الخليج بيطلعونه لك. فهني لما صار اللقاء في ذي كضيفة يعني قلت هذه إشارة ليش أنا ما أشتغل أقدم في الإذاعة والتلفزيون. فكنت في مرحلة طور التفكير للحين أقدم ولين كنت مرحلة إجازة يعني ما كنت متخرجة للحين ما تخرجت أساسا. وبعد ما صار دي اللقاء كضيفة يعني في التلفزيون شافوا واحدة مبلتعة تحكي وايد قال لك يبوها خلنا أهم اللي طلبني رئيس الإنتاج في ذاك الوقت والله إيه ليش لا يعني إيه ليش لا. هني اكتشفت عشق آخر، اكتشفت جانب آخر يعني تماما. إيه صحافة المرئية يعني مش الصحافة، وحزتها ما كان على فكرة التلفزيون لا 24 ساعة ولا الله يطول بعمره، بس شكل بعد فارق في حياتي. عرفت الحين بعدين شون أنتقي نوعية البرامج اللي أقدمها، صرت أتدخل مع الأسف في التصوير المفروض أنا ما أتدخل فيه، بس لأن أنا اللي قاعدة أكل الانتقاد لأن أنا اللي في الوجه، فكان لازم أحرص على صورتي لأن باكر لما بحد ينتقد ينتقدني أنا بسبب من؟ بسبب يمكن طريقة تصوير مني أو طريقة تصوير منك، وهاي هني صرت أتدخل مع الأسف الشديد. في بعضهم كان يتقبل وبعضهم ما يتقبل،
بس أعتقد إن يمكن هالتدخلات شوية ساهمت في إن أنا أرسم لي صورة معينة في ذهن المشاهد وحتى ذهن الناس اللي تشتغل داخل في الإعلام. ما أقول إن أنا ما تعرضت لانتقادات، تعرضت لانتقادات وايد الحمد لله، وايد وايد، بس جزء جزء أعتقد من من الضريبة اللي الواحد يدفعها، وكانت يمكن بعض الأحيان كانت الضريبة تصير وايد عالية أو غالية يدفع. إيه وايد تأثر، وايد تأثر، بس اليوم الواحد يتذكرها يقول يمكن لو مو هذا اللي سواه أو اللي صاده يمكن أنا في مكان ثاني، يمكن أنا في مكان ثاني. أنا إنسانة مجتمعية، لكن الإعلام خلاك وايد ناس تتكلم، أنا أبداً، معنى يعني العكس، ما يصير، ما يصير إعلامية ومجتمعية، أنا ما تركب يعني، أنا ما أعرف هو مدح دي ولا ذنب، بس أنا أقول شخصيتي يعني، واللي يعرفني بيعرف، يعني أنا مثلاً ما أعرف أدش مكان فيه زحمة أدش بروحي، مستحيل، أستحي. فأحيانا ألاقي نفسي مضطرة، ولذلك يعني حتى إلى اليوم لا باكر ولا عقبة أروح أخلص وأمشي، أما إن أنا أقعد وأساس بروح يدورون علي ما يحصلوني، أنا مع السلامة خلصت أرجع مرة ثانية ألبس الثوب الثاني وثوبي الأصلي يعني. تغير فيني وايد أشياء، وايد أشياء غير فيني على المستوى الاثنين، الاثنين، لأن أحيانا تلاقين روحك كذي أنتي ما بين في النص واقفة وتسألين نفسك أنتي من، أنتي هذه اللي تعرفين روحك ولا هذه اللي الحين استويتي. جرأة، لا ما الوعي الثقافي عندي يزاد وايد. الإعلام أكبر من أنت تقعد وقدامك قدام الكاميرا وتقرأ، لا، لأن أي واحد يكون هذا قارئ، هذا مو إعلامي. الإعلامي لا، الإعلامي عنده شخصية، الإعلامي مطلع، الإعلامي عنده رأي، يمكن ما يعبر عنه بشكل صريح بس إنه ينعكس فيه على نوعية أسئلته. الإعلامي لازم يخافون منك، مش يخافون بس يحسبون حساب لما بيقعدون قدامك. الإعلام كله تحديات، واللي متوقع إنه يشتغل في الإعلام غير تحدي فخلي يقعد في البيت لا يفكر يشتغل في هالمهنة. هي أساساً يوم اللي درسونا في الجامعة قالوا وش اسمها؟ مهنة المتاعب. وأنا أكلمك على متى سنة كام يعني، طبعاً ما تم اختراعها في الوقت اللي أنا درست فيها في الإعلام الزمان، فهي اسمها مهنة المتاعب، فهي كلها تحديات طولها بعرضها. تشتغلين صحافة، تشتغلين إذاعة، تشتغلين كل شيء. اللي يشتغل في السوشيال ميديا ويفتكر أنه هو عايش يعني الحياة الوردية، ترى بعد نفس الشيء، ترى هي نفس الشيء، ما دام أنت تحت دي الضوء فلازم تعرف أن فيها تحديات ولازم تتقبلها باللي فيها، سلبياتها وإيجابياتها، وقد تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها. فالإعلام بشكل عام، أنا في وقت أوقات مثل ما قلت لك أنا كنت في الصحافة، رحنا الإذاعة، في ذاك الوقت كانوا يدرسون أنه خلاص الحين من يقرأ جريدة في ذاك الوقت؟ لا تقولين في إنترنت ولا تقولين في فضائيات، الجريدة راحت عليها. قبلها، قبل الجريدة الراديو راح عليه، الحين خلاص من يسمع الراديو في ذاك الوقت؟ أنا اليوم عقب 26 سنة للحين الجريدة موجودة، بعد ظهور الانترنت، بعد ظهور السوشيال ميديا، بعد ظهور اللي تبونه بيظهر، وبيظهر بعد أزيد منه بعدين مثل ظواهر، هذه ظاهرة أنا أعتبرها، بس الجريدة ما زالت موجودة، التلفزيون ما زال موجود، الإذاعة ما زالت في نوع من الإيفولفينج اللي يصير، نوع من التغيير في هوية دي الإذاعة. ما كنت تسمعينها مثلا في راديو محطوط هناك وكنت انتظرين خطبة ما أدري فلان قاعد يتكلم، اليوم كنت تسمعينها في التليفون، بس ما تغير شيء. للحين أسمع إذاعة، أنا اليوم أسمع إذاعة، بس ما أسمع الإذاعة في راديو، في التلفزيون، في السيارة ولا راديو مثلا، لا تغيرت. ستيريو إز ستيريو، الفيديو إز راديو، إز راديو، تحطين فيه USB ولا كنت تحطينها في الكهرباء وتسمعينها ترى راديو.
وللحين يسوونه راديو ان تي في، فما تغيرت المسميات. فصعب ان انا اقول ان اليوم شنو ينقصنا. ما اعتقد احنا ينقصنا شيء، احنا لازم بس احنا نواكب التطور الموجود. وانا اعتقد الحين ايه هذا اللي قاعد يصير. شفنا الصحافه انتقلت الى استخدمت اتليس او اخذت ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي، فصار فيها ظهور اكثر، لها انتشار ازيد. فالناس يمكن كانت تعرف صحيفه اكس، اليوم الشباب الصغار اللي تابعون السوشيال ميديا يمكن كانوا مستحيل يروحون يقرون جريده، ما بيجوا جريده ويقراها باعتبار ان جيل جديد يعني. فبس على فكره ترى انا حتى لما كنت اشتغل في التلفزيون البحريني في ذاك الوقت، من يطالع تلفزيون البحرين في ذاك الوقت اللي ما كان في فضائيات، ولليوم يقولون نفس الجمله، من يطالع تلفزيون البحرين؟ لا 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 لا، مشكله مو في التلفزيون البحرين، مشكله فيك. لا 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 لا، اراويك ان معناته في وقت اللي ما كان في لا سوشيال ميديا، ما كان في تحدي الفضائيات، ما كان في تحدي القنوات الثانيه، ما في الناس كانت تقول نفس الجمله. يعني المشكله مو في التلفزيون، المشكله في الناس مش في التلفزيون. لا، والتلفزيون بيستمر مواكبه التطور، وانا اعتقد هذا لازم مواكبه للتطور. ليش اسميها تحدي؟ انا يعني اذا نظرت لها بهالطريقه، يعني انا ممكن انظر للشباب الجديد باعتباره تحدي بالنسبه لي، لأن يعني هالشباب خذوا مني أنا سحبوا البساط من تحت ريولي، وهذا مو صحيح. بالعكس هي السالفة كلها عندهم حياتهم، عاشوا مرحلتها، إحنا عشنا مرحلتنا، بيعقبهم ناس بيعيشون مرحلة ثانية. هاي التطور الطبيعي اللي يصير. ليش ننظر دائما إلى الأشياء بنظرة سلبية؟ الفكرة إذا نظرت لها بنظرة سلبية لا يمكن أواكب التطور الموجود. لكن لما أنظر بنظرة إيجابية وأشوف شلون ممكن أستفيد من الفرص الموجودة، وهذا اللي قاعد يصير حاليا. الحين شفنا مثلا في الصحافه، الصحف البحرينيه الحين، انا استغرب من الناس الحين يفتحونها بي دي اف على فكره في الانترنت. اقول لهم ما احتاج ان افتحها كل يوم بي دي اف، انا عندي اوريدي سوشيال ميديا وانا ماشي في السياره، قريت الاخبار لما وصلت الدوام. فموجوده يعني، ما زالت موجوده. يمكن التحدي يصير على الصحف نفسها باعتبار ان هي ما زالت عليها طباعه، وتكلفه الطباعه يمكن شويه تكون زايده، ممكن تدور على المعلنين. بس هي تغيرت الطريقة. احنا اعتدنا على شيء، الفكرة ما نقاوم الأشياء الجديدة كثر ما احنا نحاول نستفيد من الأشياء الموجودة. أنا من وجهة نظري أنا جدا إنسانة إيجابية ومنفتح على أي أشكال من أشكال التغيير.